طيب نروح طبعا لناصر ماهر اللي هيخضع العملية الجراحية بكرة لتثبيت الكتف اللي كان أصيب فيه طبعا اللاعب خلال مباراة مصر المقاصة بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز. ويمكن كان الكابتن محمود الخطيب كان طلب من كابتن سيد عبد الحفيظ عرض ناصر ماهر على كونسولتو طبي متخصص من أجل تحديد العلاج طبعا المطلوب بشكل دقيق.